قلل الوقت بين المجموعات، أنت تحتاج للراحة، لكن أثناء القيام بمجموعة لا تأخذ أكثر من 30 إلى 90 ثانية للاستراحة بين التمارين بحسب مستواك. أطل فترات الاستراحة بين المجموعتين، لكن بدون مبالغة، ما بين دقيقة إلى 3 دقائق كحد أقصى. لا تشتت تركيزك أثناء التمرن، لا تتصفح حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي، أو ترد على المكالمات أو تراسل أصدقائك، أو تشاهد التلفاز أو أي شيء آخر قد يشتت انتباهك. يفضل أداء كل تمارينك مرة واحدة وتأجيل المهام الأخرى لوقت لاحق. التمرين الأطول لا يعني بالضرورة زيادة الفعالية. اعثر على 6 إلى 8 تمارين تناسبك، ونفذ 8 إلى 15 مرة في 3 مجموعات. في حال كانت هذه التمارين سهلة، فأزد كثافتها أو أضف الأوزان لها. على سبيل المثال، إن كان تمرين الطحن العادي سهلاً عليك، فارفع ساقيك بزاوية 90 درجة، أو جرب تعديلات عليه، مثل تمرين طحن الدراجة أو الطحن العكسي. عندما تزيد من كثافة تمارينك، ستحرق سعرات حرارية أكثر مما ستحرقه في جلسة تمارين بطيئة وطويلة. خطط لتمارينك مسبقاً حتى لا تضيع وقتك في اختيار التمارين. ستزيد فعاليتك في التمرن عندما تنظم تمارينك: يوم الساقين، يوم أعلى الجسم، يوم الضغط، يوم السحب، يوم الذراعين، ويوم العضلات الخلفية أو الأمامية، ونحو ذلك. إن كنت لا تعرف ما إن كان بإمكانك أداء جلسات التمارين في نفس الأيام كل أسبوع، فخطط مسبقاً لتمارين شاملة للجسم. تنمو العضلات بشكل أكبر عند تمرينها بمفردها، لكن تمرين كامل الجسم يسهم في بناء والحفاظ على لياقة كامل جسمك، وكذلك يستهدف عدة مجموعات عضلية. اختر التمارين التي تتطلب أدنى قدر من تغيير المعدات لتوفير الوقت. عندما تأخذ الدمبل، نفذ مجموعة من التمارين التي تتطلب الدمبل، مثل ثني العضلة ذات الرأسين، أو التجديف بوضع الانحناء، أو الاندفاع مع الأوزان، أو أي تمرين آخر مناسب لخطتك. لا تختر تمرين دمبل ثم تنتقل إلى تمرين باربل، ذلك سيضيع الكثير من وقتك. قلل إيقاع كل تكرار. إن كنت تؤدي تمرين ثني العضلة ذات الرأسين، فإن الإيقاع هو الوقت الذي تحتاجه لرفع الوزن مقارنة بالوقت الذي تستغرقه لخفضه. الحركة المركزية هي التي تنقبض فيها عضلاتك برفع الدمبل عند أداء تمرين ثني العضلة ذات الرأسين. الحركة اللامركزية هي خفض الدمبل وتطول العضلات في هذه الحركة. لتقصير هذا التمرين، يمكنك تجربة 2 ثانيتين من الحركة المركزية أو رفع الوزن، وثانية واحدة من الحركة اللامركزية أو خفض الوزن. قم بمجموعات شاملة، هذا يعني أداء تمرينين أو أكثر على التوالي بدون أخذ استراحة. يمكنك عمل مجموعة شاملة من تمارين أسفل الجسم مع حركات أعلى الجسم، ستشرك بذلك مجموعات عضلية أكثر، سيرتاح أعلى الجسم أثناء أداء حركات أسفل الجسم، والعكس صحيح. النادي الرياضي مليء بمعدات كثيرة ومتنوعة، لكن يمكنك الحصول عليها بسهولة للتمارين المنزلية. اختر الكيتل بيل، فهو من أفضل الإضافات لتمارين كامل الجسم. يمكنك استخدامه لتمارين التحمل والمرونة والقوة والتوازن، وهذه هي الجوانب 4 الرئيسية لأي تدريب. تحسن تمارين الكيتل بيل التوازن وقوة الجذع والتنسيق، وتزيد من نطاق الحركة وتساعدك على بناء العضلات. كما أن الدمبل ممتاز لتمارين كامل الجسم، لكنك محدود بالتقنيات. يزود شكل الكيتل بيل نطاق تحفيز أكثر حيوية، لكن الدمبل أكثر توازنا. قضبان الحديد ممتازة للمجموعات العضلية الرئيسية في أعلى الجسم، وستساعدك على أداء تمارين متعددة المفاصل تعزز قوة العضلة ذات الرأسين وعضلات الظهر والبطن وقبضة اليد. كما يمكنك أداء تمارين رفع الركبة المعلقة وسحب الذقن والعقلة. يوفر الحديد الوقت، ضغط المقعد، القرفصاء، الضغط فوق الرأس، الرفعة المميتة، كلها تمارين يمكنك استخدام الحديد لأدائها وتحسين نتائجك وتدريب مجموعات عضلية متعددة. وبدل التبديل بين الآلات، ستؤدي تدريبا لكامل الجسم بتمارين رفع أساسية فقط. كما أن الحديد ممتاز لنمو العضلات، وهو اقتصادي أيضا،
إن اشتريت واحدا سيحل محل كل أجهزة التمرين المكلفة واشتراك النادي الرياضي. كما يعد TRX ممتازا لتمارين كامل الجسم، لأنك تستخدم الجاذبية ووزن جسمك كمقاومة لتحسين تنسيقك ومرونتك وتوازنك لزيادة قوتك وتنشيط جذعك وتعزيز استقرار المفاصل. ولأنك تستخدم أداة تدريب واحدة فقط، يمكنك تعديلها بحسب مستواك والتبديل بين التمارين. TRX تدريب منخفض التأثير وليس الخيار الأفضل إن كنت تهدف لاكتساب كتلة عضلية في مدة قصيرة. الآلات خيار جيد أيضاً، لكنها لا تتوفر إلا في الأندية الرياضية. ضع في الحسبان أن أي آلة تتطلب الجلوس عليها لن تكون فعالة في تمرين لكامل الجسم، لأنها مخصصة لتمرين عضلة واحدة فقط. عند أداء تدريب رياضي صعب، يتعرض جهازك العصبي لضغط هائل، ويحتاج جسمك وقتاً أطول للتعافي. لكن عند تقليل الوزن، يتعافى الجهاز العصبي في وقت أقصر، وتزيد فعاليتك وتنهي جلستك بسرعة. حاول إدراج المزيد من الحركات المركبة، وهذا يعني اختيار تمارين تستهدف عدة مجموعات عضلية في نفس الوقت. القرفصاء مع الضغط فوق الرأس أو مع الدمبل لن تنشط ساقيك وعضلات الأرداف فحسب، بل جذعك وذراعيك أيضا. تمرين الاندفاع مع ثني العضلة ذات الرأسين يدرب الساقين والعضلة ذات الرأسين وعضلات البطن، وبالتالي يحافظ على الظهر مسطحا ويحسن وضعية الجسم. مع تمرينين للرفع ستصبح كل التمارين الأخرى مجرد إضافة تكميلية تساعد في تحقيق هدفك. على سبيل المثال، في يوم الساقين قد يكون تمرين الرفع الأساسيان القرفصاء والرفعة المميتة مع الباربل. حاول مزج مستويات الحركة الثلاثة الرئيسية أو استخدمها بشكل منفصل. يشمل المستوى الأمامي الحركات الجانبية مثل قفزات جاك، المستوى السهمي مثل نصف البيربي يشمل حركات للأمام والخلف، وآخر مستوى المستوى المستعرض يشمل حركات لف مثل الاندفاع مع اللف. للحصول على تدريب قصير وفعال، حضر قائمة تجمع فيها بين أكبر عدد ممكن من مستويات الحركة المختلفة. يمكنك إضافة تمارين الاندفاع أو الكتل بيل أو الآلات ليوم الساقين. في حال قلت لنفسك أوه سأتخطى التمرن اليوم وأؤجله للغد، جرب الحيلة التالية: انهض واركض في مكانك أو اقفز أو نفذ أي تمرين إحماء آخر لدقيقة واحدة فقط. على الأرجح أنك ستكمل ل14 دقيقة أخرى حالما تبتعد عن الأريكة. لا تفرط في الأكل أو الشرب قبل التمرن. تناول وجبة قبل ساعتين من التمرن، وتناول وجبة خفيفة بعد ساعة منه. لا تشرب الكثير من الماء أثناء التدريب، فذلك سيصعب عليك أداء التمارين المكثفة، وبالتالي ستضيع وقتا أطول في الاستعداد والتعافي من ألم بطنك. ستروي جسمك بعد الانتهاء مباشرة. حتى عندما لا يكون لديك وقت، لا تتخطى الإحماء. الإحماء لمدة 3 إلى 4 دقائق يحضر جسمك لتقديم أداء أفضل خلال جلسة التدريب. سيرفع درجة حرارة جسمك ويعزز ضغط دمك ويقلل آلام العضلات. يمكنك الإحماء بالجري مع رفع ركبتيك أو القفز. هيت أو التدريب المتقطع للكثافة هو أكثر طريقة شائعة وفعالة لزيادة عبء العمل وتقليل وقت التمرن، ويتمركز حول بذل أقصى جهدك في فترات قصيرة ثم أخذ استراحة قصيرة لمدة 10 إلى 20 ثانية. لكن هذا التدريب ليس مثاليا لتمارين الرفع الأساسية مثل الرفعة المميتة بالحديد أو القرفصاء أو ضغط المقعد أو الضغط فوق الرأس. عند القيام بهذا النوع من التدريب، أعر انتباهك إلى الوقت وليس عدد المرات. على سبيل المثال، يمكنك أداء تمرين واحد لمدة 30 إلى 40 ثانية ثم استقطاع 10 إلى 20 ثانية للراحة. وعلى هذا النحو يدفع هيت جسمك للعمل ويساعد على حرق السعرات الحرارية. جرب تمارين مختلفة واختر التدريب الذي تفضله. على سبيل المثال، يمكنك اختيار التدريب التالي: قفزة جاك، قرفصاء، بيربي، ضغط، طحن، ولوح.